ونذهب إلى متابعة أخبار اتحاد الكرة. تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ما يفيد بتعديل نظام مسابقة دوري الأبطال والكونفدرالية بشكل رسمي بداية من عام 2019. وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الكاف وافق بشكل رسمي على تعديل مواعيد بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بداية من النسخة بعد المقبلة في 2019، بحيث تبدأ البطولتان في شهر سبتمبر وتنتهي في شهر مايو، بما لا يتعارض مع الأجندة الدولية للمنتخبات. وقال حسين إنه طالب منذ سنوات بهذا الأمر حتى تستقر المسابقات المحلية بجانب أجندة المنتخبات الوطنية، موضحا أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري لعب دورا كبيرا في إقناع الكاف بإقرار هذا الأمر رسميا. حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين يوم الثاني أو الثالث من أغسطس المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلي التي ستجمع بين بطلي الدوري وبطل الكأس في الموسم الحالي، لتكون المباراة بمثابة افتتاحية للموسم الجديد. واستقرت اللجنة على الثاني أو الثالث في يوم أغسطس في شهر أغسطس المقبل موعدا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، على أن تقام مباراة السوبر في افتتاح الموسم كما كان معتادا من قبل وليس بين الدورين كما حدث مؤخرا. وانتهى الموسم الكروي الحالي يوم 21 مايو المقبل وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث يستطيع المنتخب الوطني الأول الاستعداد لمنافسات كأس العالم في روسيا 2018. يعقد الكابتن هاني بوريدة رئيس اتحاد الكرة اجتماعا مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز عقب عودته من الإمارات خلال الأيام المقبلة من أجل وضع الرتوش الأخيرة على عودة الجماهير في مباريات كأس مصر هذا الموسم. ويأتي الاجتماع بعدما طلب اتحاد الكرة من الأمن ضرورة حضور الجماهير مباريات الكأس المتبقية بجانب مباريات الدوري. وقال ثروت ثويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن الاجتماع الأمني الذي عقد مؤخرا بمقر مديرية أمن القاهرة وجمع عددا من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك شهد الاتفاق على عودة الجماهير في أقرب وقت ممكن.